ممكن يلاقي الملحوظه دي تكررت مثلا 27 محافظه مثلا غير الاتجاهات الوزاريه او الخدميه اللي هو اصبحت ظاهره يعني بالظبط. الظاهره دي قد تستدعي اعاده النظر عن طريق سياده المستشار بالفيجن اللي هو شايفها من فوق ان الموضوع يستدعي تعديل صيغه قانون تعديل تشريع. فدي ميزه ودي انا بعتبرها يعني بعتبرها من الشرط بالكامل عبء عليه هو شخصيا وبعتبرها ان هي مسؤوليه سيادته الشخصيه.